مرحبا واهلا وسهلا فيكم معنا جديد بقناتي. فيديو اليوم فيديو طلبتوه مني وللاسف انا تاخرت عليكم فيه، اللي هو كيف بعتيني ببشرتي بس بدون استعمال اي اشياء كيماويه، كلها اشياء طبيعيه. فاذا كنتوا حابين تعرفوا الطريقه خليكم عم بتتابعوني. بس قبل كالعاده بحب اذكركم اذا لسه ما اشتركتوا بقناتي انه تكبسوا على زر الاشتراك وصوره الجرس لحتى يوصلكم مسج اول ما بينزل الفيديو. وهلا يلا نشوف الفيديو مع بعض. طبعا اول خطوه بعملها اللي هي اني اشيل الميك اب. طبعا بستعمل دائما زيت جوز الهند. زيت جوز الهند ممتاز جدا لانه يشيل الميك اب حتى الووتر بروف، وسبشلي الماسكارا اللي بتكون ضد المي. زيت جوز الهند سريع جدا وكتير لطيف على البشره. فخلوني هلا اشيل الميك اب وارجع لكم. وقبل ما نبلش باي سكين كير روتين لازم تكونوا متاكدين انه بشرتكم نظيفه تماما، ما فيها ميك اب، ما فيها اتربه، ما فيها شوائب. فلهيك رح استعمل هذه اللونا ميني 2 من فوريو، صرتوا بتعرفوا قد ايه انا كثير بحبها، وبتساعدني انه بس احط اي ماسك بحس انه بشرتي بتتقبله بطريقه احسن، لانه بشرتي نظيفه 100%. فخلوني هلا اروح اغسل وارجع لكم. بحب احكي لكم انه دائما بللوا بشرتكم قبل ما تستعملوا اللونا ميني 2، وبللوها نفسها لما تحطوا عليها الكلينزر. وحتى لو انا عم بستعمل هذا الروتين اللي هو استخدام مواد طبيعيه، انا ما بستغني عن اللونا ميني 2 لانه بتنظف البشره عن جد بعمق، وبتساعدني انه اي ماسك او اي شيء رح احطه عليها تتشربوا البشره بسرعه. سو هيك خلصت الدقيقة، رح أروح أغسل وشي وأرجع لكم. أوكي، هلأ اللي رح أعمله اللي هو إني رح أجيب، طبعا ديروا بالكم هذا الصحن أتمنى إنه يكون مبين معكم، اللي هو مي مغلية، ورح أحط عليه اللي هو هذا بابونج. بعد ما حطيتوا المية وعليها البابونج تتركوهم يغلوا شوية. اللي رح نعمله اللي هو رح نجيب بشكير ونحطه بهاي الطريقة، بس طبعا حاولوا يكون البشكير أكبر شوي من هذا. وبعدين رح نجيب هاي المي ونبدأ نعمل هيك. طبعا البابونج كتير منيح للبشرة، والبخار اللي رح يطلع رح يساعدكم إنه تفتحوا المسامات تبعتكم. فاللي بتعاني من رؤوس سوداء كتير رح يكون إزالتها سهل، بس ديروا بالكم من موضوع البخار وانه المي كتير سخنة. ديروا بالكم تحرقوا حالكم، ما تعملوها حواليكم صغار. طبعا حاولوا انكم تعرضوا وجهكم للبخار حوالي 8 دقائق 10 دقائق اذا قدرتوا. وهلأ بعد ما تفتحت المسام تبعت بشرتنا، اللي فيكم بتعاني من رؤوس سوداء رح يكون ازالتها كتير سهل. انا ما عندي رؤوس سوداء الحمد لله، لانه انا عم بكرر هذا الروتين كتير فما عم يتجمع عندي رؤوس سوداء. في هذه الأداة أنا مش موجودة عندي هلأ، مش عارفة وين راحت، بس رح أحط لكم صورتها هون. فيكم تستعملوها لحتى تمرقوها بهذا الشكل وتشيلوا الرؤوس السوداء. اللي ما عندها هاي الأداة يعني فيها تستعمل بديل اللي هم هدول البنسات أو البوكل السوداء. من هون هذا الطرف اللي عندها تقريبا بيشبه هذا الطرف الموجود بهاي الأداة. اللي رح تعملوه اللي هو إنكم رح تمرقوه هيك. طبعا حاولوا تعملوا هذه الخطوة بسرعة لأنه لازم نعمل هاي الستيب ونكون سريعين، بما أنه الوش لسه حامي من البخار. اللي رح نعمله أنه رح نجيب تلج ورح نبلش نمرقه على كل البشرة. ليه؟ إحنا بنحاول أنه نصدم البشرة علشان تسكر المسام تبعتها، لأنه إذا ظلت المسام مفتوحة مشكلة. فمرقوا تلج على كل البشرة. وهلأ مثل ما انتم شايفين البشرة سوبر سوبر نظيفة. رح أعلمكم الماسك اللي أنا هلأ عم بستعمله إلي فترة وكتير حاببته لأنه ملاقي عليه نتيجة خرافية. الماسك كتير سهل، اللي هو حليب وبتجيبوا عليه شوية شوفان. طبعا الشوفان بتحطوه بالحليب وبتركوه بالثلاجة لمدة هيك 20 دقيقة نص ساعة. بعدين رح تحطوا عليه معلقتين عسل. فحاولوا كمان يكون العسل كتير طبيعي لأنه رح يعطيكم نتائج أحسن. وبعد ما تطلعوهم من الثلاجة رح تحطوا عليهم نقطتين لثلاث نقاط ليمون. رح أخلطهم كتير منيح. طبعا أنا شفت ناس بيعملوا هذا الماسك إنهم بيغلوا الشوفان، أنا صراحة ما بحب، أنا بحب بس إنه هيك يتشرب شوية من الحليب
ولانه بيساعدني انه يعمل مثل تقشير كتير خفيف لو ما غليته، وبدي انا لسه الفوائد تبعت الشوفان تكون موجوده فيه. فهاي الطريقه انا شفت انها احسن اشي. طبعا فوائد هذا الماسك الرهيبه، اول اشي بيرطب، بيشد البشره كتير منيح. اللي عندهم بقع او تصبغات راح يساعدهم انها تروح، لانه فيه فيتامين سي. طبعا العسل مش طبيعي قد ايه له فوائد للسكين، راح احط لكم اياها. وطبعا شيكوا صندوق الوصف راح تلاقوا كتير فوائد لهذا الماسك. وهلا بهذه البرش راح ابدا اوزع الماسك على بشرتي. انه المنظر مش كتير لطيف، بس حاولوا تأقلموا مع الموضوع. اتركوا هذا الماسك حوالي 20 دقيقة لنص ساعة اذا قدرتوا انتوا عم تسترقوا، بعدين روحوا غسلوا هذا الماسك وراح تدعوا لي انا تأكد. وهيك انا رجعت لكم بعد ما غسلت الماسك. مش طبيعي الشعور قديه حلو، وقديه حتحسوا بشرتكم مشدودة. وكمان العسل من مضادات الأكسدة، فهذا الاشي راح يساعدكم لبشرتكم على المدى الطويل. لازم تستمروا على هذا الماسك. وهيك بعد ما خلصت راح اخذ قطنه وراح اجيب هذه ماء ورد. انا حطيتها بعلبه مثل السبراي، راح ارش شوي وراح امسح فيها بشرتي. ماء الورد يعتبر تونر طبيعي كتير ممتاز للبشره، بيعادل البي اتش، كمان بيساعدكم بانه يسكر المسامات، وكمان راح يشيل اي شيء لسه معلق بالبشره، هذا لو كان ضل في شيء معلق بالبشره. طبعا ما في داعي تغسلوا ماء الورد، خلي بشرتكم تتشربوا تماما. هلا اخر خطوه اللي انا بعملها اللي هي اني ارطب بشرتي، بس هذا الاشي بعمله بالليل، مستحيل احط هالاشياء واطلع فيها برا بالشمس لانها راح تخرب بشرتي. اللي هي واحده من تنتين، يا اما بستعمل جليسرين، وهذا الجليسرين تقدروا تلاقوه بكل الصيدليات وسعره كتير رخيص. راح اخذ منه شوي صغيره وراح اوزعه على بشرتي كلها. وبالنسبه لتحت العيون انا بحب استعمل زيت اللوز الحلو، راح اخذ شوي وراح اوزعه تحت العيون. طبعا في كمان شغله فيكم تستعملوها كمرطب، ولكن في كتير ناس بيقولوا ان هي تقيله على البشره، اللي هي زيت جوز الهند. انا بالنسبه لي لي فتره كتير طويله، حتى من قبل ما ابلش الشانل تبعتي، وانا عم بستعمل زيت جوز الهند بالليل كمرطب مسائي. طبعا مش كل يوم، ما لقيت عليه اي ضرر، ما طلع لي اي حبوب، ولكن ممكن من شخص لشخص اخر يختلف. انا بالنسبه لي زيت جوز الهند ما ضر بشرتي ابدا. ففيكم اما تستعملوا زيت جوز الهند او فيكم تستعملوا الجليسرين، والجليسرين على فكره من المواد الطبيعيه. وبس هيك بكون خلصت هذا الروتين. تاني يوم لازم بس تصحوا تغسلوا بشرتكم كتير 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 منيح قبل ما تطلعوا من البيت. وبس هيك، وبهيك خلصنا هذا الفيديو اللي فرجيتكم فيه روتين عناية بشرتي باستعمال مواد طبيعية بس. بتمنى تكونوا حبيتوا هذا الفيديو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. اذا حبيتوا هذا الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك تحت بالكومنتس، واكتبوا لي انتوا كيف بتعتنوا ببشرتكم بطرق طبيعية، سواء بتستعملوا خلطات، ماسكات، شو ما بتستعملوا اكتبوا لي تحت لحتى انا استفيد منكم. وطبعا ما تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع صحباتكم لحتى يستفيدوا ويصيروا فرد من عيلتنا. واخر شيء ما تنسوا تكبسوا على زر الاشتراك وصورة الجرس لحتى يوصلكم مسج اول ما بينزل الفيديو. بشوفكم بالفيديو الجاي، باي باي.